وهذا سائل يقول: أصيبت زوجتي بعين من قبل أحد محارمي، وعند اللقاء بهذه المرأة تتجدد النفس وتمرض زوجتي. سؤاله: هل هناك من حرج من أن أترك لقاء هذه المرأة القريبة لي ولا ألقاها؟ هل يسألها الحين العاين؟ يسأل زوج المعينة. زوجها يقول: أصيبت زوجتي بعين من قبل أحد محارمي، وعند لقاء هذه المرأة تتجدد النفس وتمرض. لقاء من؟ لقاه هو ولا لقاء العاين؟ عند لقائي بها أو لقاء العاين بها؟ على كل حال يتوكلون على الله ويعتمدون على الله ولا يستسلمون لهذه الأوهام. نعم.